اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. العالم خلص بقى، هنتكلم براحتنا النهارده. هنتكلم بقى براحتنا في اتحاد الكوره بقى، وشغل جامد جدا عندنا، شغل كتير النهارده في اتحاد الكوره. ازيك يا محمد؟ محمد مصطفى بقى، محمد جمال ومحمد مصطفى النهارده. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ حضرتك مبسوط معاك؟ كله تمام حبيبي، الحمد لله. الحمد لله. محمد، خليني ابدا معاك الاول. مبدئيا انا لما بيبقى عندي بطوله او تصفيات بطوله، لما هذه التصفيات تقام او القرعه بتاعه التصفيات دي تقام، بيبقى في اعلان عنها. هل حد في مصر كان عارف الا مجموعه قليله ان هناك تصفيات لكاس الامم الافريقيه اللي تؤهل لكاس العالم للشباب تحت 20 سنه؟ بص يا كابتن، هو المشكله مش بس كمان في طريقه الاعلان او المشكله في الاهتمام حتى منتخب الشباب. في مشكله كبيره جدا دلوقتي بتواجه منتخب الشباب، ان ما فيش وديات قبل البطوله. اعتذروا، يعني زامبيا اعتذرت. هو الاول يعني القصه عامه من البدايه، ان محمود جابر طبعا المدير الفني كان عمل بطوله كويسه في بطوله كاس العرب، وكان لعب طبعا لحد المباراه النهائيه قدام منتخب السعوديه وخسر بركلات الترجيح. فانت لما بتتكلم بعدها على ان هو بقى المنتخب ده نوايا للمنتخب الاول، والراجل روي فيتوريا بيتفرج عليه وكان بيدعمهم في كاس العرب، فانت محتاج انك تعد منتخب قوي، منتخب شباب يكون لمنتخب لجيل منتخب مصر. صحيح. فاللي حصل ان كان في جلسه، احنا كان بقى يعني خلاص بقى معلومات بقى، كان في جلسه بين الكابتن محمود جابر وبين يعني كابتن حازم امام وكابتن بركات وجمال علام طبعا رئيس اتحاد الكره المصري، عن طبعا ان هو الاستعدادات ازاي. الراجل كان طالب الاول مباراتين وديتين كبار قدام بقى السنغال، قدام نيجيريا اللي هم معانا في المجموعه، قدام الكاميرون، قدام المغرب، وقالوا له طب خلاص حاضر، هنبعت للمنتخبات دي ونجيب لك منتخبات. بالفعل يعني حصل كده شويه تاخيرات وحصل اعتذارات من بقيه المنتخبات، توصلنا لاتفاق مع زامبيا وقت بدايه المعسكر يوم 20 ديسمبر. حلو. الراجل اعلن قائمته، والمفترض ان هو يلعب زامبيا وخلاص تمام التمام، هيجوا يلعبوا مباراتين وديتين. كان الراجل لعب مباراتين وديتين يمكن ضعاف شويه قدام بنين، وده برده مش اللي يخليك تستعد بشكل كويس. المباراتين دول كانوا في نوفمبر، فهو بيبقى بعيد قوي عن المعسكرات. المفترض ان هو كان يجيبه زامبيا، زامبيا اعتذرت، ما لقوش منتخبات، لقوا منتخب غانا للمحليين. فهل منتخب غانا المحليين هو ده الاستعداد القوي؟ لانك هتلعب نيجيريا، هتلعب السنغال، هتلعب طبعا موزمبيق في شهر فبراير، وانت اكيد محتاج تصعد، ومش محتاج بس انك توصل كاس العالم، انت محتاج تفوز بالبطوله، خاصه ان البطوله في مصر. صحيح. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كان راح لهم الكابتن بركات واتكلم معاهم، قال لهم نصا كده، انا ما يهمنيش انك يعني انت كده كده المفروض انك تصعد كاس عالم، لانك تفوز بدور انت اول اثنين يا كابتن هيصعدوا من المجموعه، اربع فرق اثنين هيصعدوا وافضل توالد، وافضل توالد. فعندك قدره طبيعي جدا انك تصعد، ما فيش مشكله، اكيد مش هتخرج اخير خالص الثلاث مجموعات. عندك لو فزت بمباراه في دور الثمانيه وصعدت نص النهائي، انت خلاص صعدت لكاس العالم. طالبهم بالبطوله، لو انتوا المفروض ان انتوا تاخدوا البطوله. وبرده كان في القرعه يعني كابتن محمود جابر شفته يعني ايه، يعني لما سمع برضو المجموعه يعني تقيلة شويه، واتكلم على قوتها، خاصه ان انت يعني المجموعه دي انت يعني صعب ان انت تخرج منها. ده برضو صوره عايز اتكلم فيها. اتفضل. ان هو ضم محترفين في المعسكر ده، طبعا صلاح باشا ده موجود قبل كده، ضم الاول مره مصطفى اشرف طبعا بيلعب في بروسيا مونشنجلادباخ الالماني. حلو انك تجيب محترفين، حلو انك تجيب لعيبه صغيرين في السن، وكان كمان ضم تيبو جابرييل بيلعب في هوفنهايم الالماني، ده لعيب صغير شويه كان من منتخب كابتن محمد وهبه، ولكن هو اتصاب النهارده وخرج من المعسكر. ولكن كان فين التفكير ده؟ انك تضم عدد كبير جدا من المحترفين من بدري، مش قبل البطوله اكيد، انك تجربهم. فلسه هنشوف الاستعدادات، هيلعبوا بكره ان شاء الله اول مباراه، وفي مفترض مباراه ثانيه اخر الاسبوع. محمد مصطفى، برضو عايز اعرف رايك في هذا الامر، خصوصا في ظل حاله التعتيم الغريب جدا على موضوع منتخب الشباب. بالنسبه لي منتخب الشباب هو النواه دائما، هذا الامر هم النواه، هذا الجيل من اللاعبين بيكون النواه لان يكون هناك منتخب اول قوي ومنتخب اولمبي قوي خلال الفتره القادمه. صحيح يا كابتن، احنا بقالنا سنين طويله عندنا مشكله دايما في منتخبات الشباب، يعني باستثناء الجيل بتاع كابتن شوقي غريب اللي فات اللي كان فيه احمد ياسريان ورمضان صبحي والجيل ده اللي كسب افريقيا هنا وراح اولمبياد، يعني كان بعض العناصر كويسه وكانوا نجوم حقيقي، كانوا مشاركين مع الفرق الاولى في انديتهم. ولكن قبل كده انت لغايه جيل محمد صلاح هات لي اسم لاعب شاب واحد او منتخب شباب او ناشئين واحد ظهر منه نجوم، مفيش. هو جيل بتاع محمد صلاح، صلاح وحجازي والنني وصالح جمعه، انما غير كده ما كانش فيه اي نجوم خالص خلال فتره الثمان وتسع سنوات. فرجعنا لنفس الايه مره ثانيه، وان احنا عندنا منتخبات ناشئين وشباب ما بتحققش النجاح الكافي، وما عندهمش في المنتخبات دي ما بيحوشوا النجوم اللي يقدروا ان هم يشيلوا الفرقه. النهارده بتتكلم في اسامي كلها ما بتشاركش مع انديتها في الدوري الممتاز، مش معروفين بالنسبه للناس، يعني الناس بدات تعرف حتى اللعيبه شويه في البطوله العربيه لما صعدوا فاينل وخسروا فاينل قصاد السعوديه، ولكن
برضه لسه يعني ما فيش حد فيهم خد فرصه، الناس كلها استنت ان صلاح باشا ده هياخد فرصه مع فيتوريا مثلا في المنتخب الاول، وان هو اعجب بعدد من اللعيبه زي مثلا الدبيس ولا رشدان ولا صلاح باشا، تخيلنا انه خلاص هيبقى فيه فرص واللعيبه دي هتشارك مع الفرقه الاولى، ولكن نفس الامر لغايه ما وصلنا بقى النهارده ان انت تصفيات افريقيا بتقام، تعتيم اعلامي عليها كبير جدا، بلاش اعلام احنا عملنا اللي علينا من ناحيتنا، ولكن تعتيم من ناحيه اتحاد الكره في ابراز التفاصيل جداً. الخاصه بالمنتخب ومعسكر المنتخب بالظبط. وانا اظن ان كمان اتحاد الكره باحساسي يعني ان هم ما عندهمش قناعه قوي باللعيبه، عارف انت بتبان قوي في التصريحات ان انا طالع وان احنا عندنا جيل قوي، ان احنا عندنا مدرب اختار عناصر مهمه جدا من الانديه، او ان احنا جبنا لعيب من بره بيلعب في النادي. كانت مفاجاه اساسا ان هم ما صرحوش اصلا، يعني هم ما صرحوش تماما عن البطوله. هو ده اللي انا مستغرب خالص. ممكن يا كابتن وجهه نظر يعني براجل بغطى اتحاد الكوره ان هم مش عاوزين يحطوا ضغط كبير ان منتخب يحقق حاجه، فالموضوع جه ويعني هو بيمشي كده ان منتخب الناشئين خسر وخرج من بدري، فانت القصه بقى في الضغوط، انا احط ضغوط على منتخب الشباب، لو حطيت عليه الضغوط من دلوقتي الجمهور هينتظر، ولا ضغوط على اتحاد الكوره هو مش عايز يحط ضغوط على نفسه. ببص اكيد بيحط اكيد ضغوط على نفسه، لان هو دلوقتي لو خسر منتخب الشباب ده، انت عندك منتخب شباب ناشئين، منتخب اول ما وصلش كاس عالم، فانت سنه واحده كل المنتخبات خرجت، فانت ده اكيد خطا كبير جدا لاتحاد الكوره، واكيد هيتحمل فيه مسؤوليه. انا عارف ان في منتخب الاول انت جاي مستلم من الناس، ولكن انت ممكن ما لومكش على امم افريقيا، ممكن ما لومكش على تصفيات كاس العالم، ولكن احنا فين في الفتره اللي فاتت؟ لا بس هي مش بس كده يا كابتن اسلام، هي الفكره انت كاتحاد كوره رؤيتك ايه؟ انت النهارده جبت فيتوريا وجبت كلاتنبرج وجبت ميكالي مثلا مع المنتخب ومدير فني الاتحاد انت بقى خطتك ايه؟ فين مدير فني الاتحاد؟ ده قصه ثانيه. بالظبط. انت النهارده رؤيتك ايه؟ انت هتديني ايه الاربع سنين؟ انت قلت فيتوريا هيختار لعيبه، كمان تصريحات من كابتن حازم امام كان بيقول ان فيتوريا بيقول لهم في المرحله السنيه اللي ما بين 21 ل 26 سنه عدد اللعيبه اللي بيشاركوا، او من 18 ل 23 عدد اللعيبه اللي بيشاركوا في الدوري الممتاز في المرحله السنيه دي قليل، بيقول لهم انا مش لاقي لعيبه باستثناء بس احمد شريف اللي هو لاعب بتاع فاركو ده الوحيد اللي صغير في السن، غير كده انت ما عندكش لعيبه في المرحله السنيه دي بيكالي. 18 ل 23 بالظبط. لا كان فيتوريا، كان فيتوريا الاخر انا ما عنديش لعيبه، ما عنديش لعيبه من 18 ل 23 24 سنه اعرف اضمهم للمنتخب، وبالتالي انت بتتكلم كمان سنتين ثلاثه لما الجيل ده خلاص يعدي ال 30، فانت بتتكلم في ان انت هيبقى انحدار اكبر من الانحدار اللي انت فيه. أوكي. فلازم من النهارده انت تشتغل على المنتخب ده، ولازم تشتغل بقى على المنتخبات اللي من بعده كمان، لان احنا خلال سنتين ثلاثه مش هنلاقي منتخب. صحيح بالظبط. طيب على الجانب الاخر، بما انك جبت سيره كلاتنبرج وحكايه كلاتنبرج خلال هذه الفتره، لا كتير كلاتنبرج كتير بقى، اعرفش هنبدا منين. طيب اخر حكايه، اخر طبعا الاستقالات اللي ضربت لجنه الحكام من كام يوم كده، اتحاد الكوره خرج علينا. الاول طبعا في حاجه عايز اقولها، ان تشكيل لجنه الحكام حصل عليه لغط كتير جدا، وكان في حصل تشكيل. هو ليه دايما الاتحاد اللي موجود دلوقتي بيتبع السريه في كل حاجه؟ يعني هل الموضوع سر ان انت تطلع تقول لجنه الحكام فيها محمد مصطفى ومحمد جمال واسلام مثلا؟ ما دي مش غلط اكيد، بس هو القصه كلها احنا كنا عارفين ان الفترات اللي فاتت كان الكابتن احمد ابو العيله وكان الكابتن محمد فاروق ليهم دور كبير جدا، والكابتن تامر دوري خاص شويه بالفار، ان هم ليهم قصه في قصه التعيينات بتاعه الحكام الفتره اللي فاتت. بعد طبعا ما رجع كلاتنبرج من السفر بسبب طبعا شهر الاجازه بتاع كاس العالم، قعد مع اتحاد الكوره، طب يا جماعه انت خطتك ايه؟ انا خطتي نظبط شويه حاجات، نظبط اللجنه، نغير في اللجنه. فجابوا الكابتن توفيق، الاسماء برده موجوده ممكن تلاقيها على الشاشه، جابوا الكابتن توفيق السيد وحطوه طبعا في القسم الاولاني. بص يا كابتن، لا في اللي هي بتاعت القسم الاولاني والقسم الثاني، لان دي تسببت في ازمه. اوكي. القسم الاولاني الكابتن توفيق السيد وكابتن مهند ضبر، وحطوا في القسم الثاني والثالث الكابتن محمد فاروق اللي كان بيعين، حطوه في الثاني والثالث وكابتن حمدي فتحي والكابتن ياسر محمود وتامر دري. هقف بس هنا في الحته دي، ان الكابتن فاروق كان المفترض انه يكون ان هو اصلا نائب لكلاتنبرج، لا نائب كمان لكلاتنبرج. فانت هنا قطعت بالكابتن احمد ابو العيله، فالمفترض ان انت كابتن فاروق بتحافظ عليه، لان الراجل ده اللي شغال مع الحكام طوال الفتره اللي فاتت. كلاتنبرج ما نزلش ملعب لحد دلوقتي، مقضيها محاضرات نظريه ومحاضرات سكايب. طيب القصه بقى فيما بعد، كابتن فاروق وكابتن تامر دري طبعا يعني حصل لهم شويه غضب كده بسبب القايمه دي، وقال لك لا احنا مستقلين، احنا مش موجودين. نروح بقى للصوره الثانيه، فعندنا هتلاقي الاداريات بقى، يعني ليه لجنه الحكام فيها خمس حكام وكبار ويمسكوا لجنه التعيينات اصلا اداريين؟ احمد ابو العيله وجيمس حنا وائل مصطفى، وطبعا انا يعني مش شايف بالظبط، وهتلاقي طبعا خمس اداريين وكابتن احمد ابو العيله موجود. طيب كابتن احمد ابو العيله انت قطعته من التعيينات، حطيته في الاداريات، ليه خمس حكام اتحطوا في اداريات؟ دي نقطه. تاني نقطه، غضب كلاتنبرج قوي شويه بسبب الحكام، يعني عنده قرارات كده يا كابتن بحته الايقاف. يعني كابتن محمود عاشور
مش هيلعب مع كلاتنبرج. ليه؟ اوكي. لان في بدايه السنه كلاتنبرج اول ما مسك في شهر 8 قال لك اي حكم معدي ال 45 سنه سواء ساحه او فار مش هيلعب معايا. وقدم القائمه الدوليه للفيفا من غير الكابتن محمود عاشور. كابتن محمود عاشور عارف كويس قوي كحكم ان مفيش لائحه في الاتحاد الدولي بتقول ان انت معدي ال 45 سنه ما تبقاش موجود في القائمه الدوليه طالما انت قادر. بعت للفيفا يستفسر. فوجئ كمان انه سواء ان هو كسب قضيته دي. تاني حاجه الفيفا حطيته كحكم موجود في بطوله كاس امم افريقيا للمحليين اللي هتقام في الجزائر. صحيح. فاصبح واجب على كلاتنبرج انه يرجعه فين؟ القائمه الدوليه. دي نقطه، يعني ده اول قرار من كلاتنبرج حكم ينتصر عليه. تاني قرار محمد طارق سامي ومحمد حسن، دول حكام كره صالات وحكام مميزين جدا، اتفاجئوا ان هم بره القائمه الدوليه وتم ارسال اسماء تانيه. بعدها على طول الاثنين برضو بعتوا للفيفا، الفيفا راحت رجعتهم تاني القائمه الدوليه، فالقائمه الدوليه بعتت للاتحاد من اسبوع يا جماعه القائمه فيها تعديلات، الفار زاد، محمود عاشور رجع، وعندكم حكمين تاني في الصالات رجعوا. فهنا بقى كابتن لجنه حكام كانت في مأزق، اعلن ان القائمه اتعدلت والناس رجعت تاني اللي انا استبعدتها بقرار كلاتنبرج ولا اعمل ايه؟ طيب الناس اللي استبعدت اللي هو كابتن محمود عاشور وكذا، كان في مثلا اسلام ومحمد جمال ومحمد مصطفى مكانهم؟ لا خرجوا. خرجوا خلاص، ما دول داخلين ليه؟ انت عندك ده، انت عندك ده من عندنا اصلا احنا بنحطه في بطولات. يعني كابتن محمود عاشور موجود في بطوله امم افريقيا المحليين، ازاي تخرجه من القائمه الدوليه؟ مفيش قانون بيمنع كابتن ان انت 45 سنه ما تحكمش، كاس العالم اللي فات كان فيه حكام كبار. تاني نقطه ان انت طارق سامي ومحمد حسن اللي انت خرجتهم اصلا من البدايه من كره الصالات، حطهم بقى في صوره موجوده، حطهم في لجنه الحكام الخاصه بكره الصالات. طيب ازاي هم يكونوا موجودين في لجنه الحكام وازاي لسه بيحكموا؟ هل في انت كحكم هتاخد قرار ضد نفسك؟ لا طبعا. دي مش مشكلتهم، دي مشكله اتحاد الكره. بص يا كابتن، كره الصالات محمد حسن. طيب وطارق سامي موجود في موجود اهوت في اللياقه البدنيه مع محمد ابو خاطر. ليه يفضلوا موجودين؟ ما هم يا اما حكام يا اما في اللجنه، يا اما انت تقنعهم ان هم يبطلوا يكونوا موجودين في اللجنه. فبصراحه القرارات كلها يمكن متضاربه شويه من مارك كلاتنبرج، وبشوف ان هو محتاج انه يقعد اكتر ويركز اكتر، لان الراجل كمان خرج في اجازه الكريسماس ولسه هيرجع تاني، واحنا شايفين ان في شويه اخطاء في الدوري المصري محتاجه بالفعل قرارات من كلاتنبرج، مش بس استبعاد، لا قرارات تخص التحكيم، تطوير الفار بشكل كبير جدا، لازم نشوف قرارات ملموسه يا كابتن، مش بس نشوف تغييرات في اسماء ولجنه حكام ونشغل الناس باسماء في لجنه حكام، احنا قعدنا عمرنا كله ما نعرفش غير رئيس لجنه الحكام وهو اللي بيدير وهو اللي بيعين، انت دلوقتي بتدي فرصه ان لازم اللجنه تكون قويه لانك انت مش دايما موجود في اتحاد الكوره. وحاجه كمان يا كابتن، هو لازم كلاتنبرج النهارده هو مده عدده قد ايه؟ احنا بنتكلم في دلوقتي موسم تمام. الموسم ده بالظبط، الموسم ده انت قدمت لي فيه ايه؟ انت سافرت ثلاث سفريات بالظبط، انت اولا بدات متاخر، هو الراجل ده المفروض كان يبدا من شهر 7 لما اتكلموا معاه، بعد كده جه قال لك انا هبدا في 9 بالظبط، بعد ما يخلص الشغل بتاعه بالظبط، وبعد كده انت بتتكلم في وقت كاس العالم ما كانش موجود معاك صح، وبعد كده انت بتتكلم ان هو على بدايه السنه هيطلع اجازه الكريسماس، الراجل ده اشتغل قد ايه؟ الراجل ده ادى ايه للجنه الحكام؟ بالزبط. هل اختياراته دي هي اختياراته فعلا ولا في حد بيتكلم معاه؟ لا اتحاد الكوره القول الوحيد ان اتحاد الكوره ما عندوش التفاصيل دي كلها تمام. والحاجه الثانيه كمان، انا مش جايب كلاتنبرج عشان يعمل لي تحليل للقطات عشان صح. اشوفها، ما انا ممكن اشوفها عادي يعني، لا التحليل التحكيمي موجود في كل القنوات. انت النهارده هتقدم لي ايه مختلف؟ النهارده انت بتعمل ايه مع الحكام مختلف؟ هل بتشتغل معاهم على الارض؟ بتشتغل معاهم في محاضرات فيديو؟ هل انت بتقيم الحكام صح؟ هل انت بتطلع كوادر تحكيميه جديده؟ ولا النهارده الراجل ده بيعمل ايه؟ انا لازم النهارده اتحاد الكوره مع نهايه السيزون الراجل ده يطلع لي تقرير يقول لي هو للراي العام. انا مش فاهم، هل انتوا حضراتكم ضد كلاتنبرج ولا ضد اتحاد الكوره؟ لانه انا بشوف ان انت لما تجيب اي اسم اكس من الناس ويكون موجود يجب ان يتم تهيئه الاجواء لي. صحيح. يعني انا كنت بتكلم مع كابتن ابو المجد قبل ما، قال لي المدرب لما بيخش بيبقى عايز يبقى يمسك الفرقه يقول لهم انا عايز 1 2 3، يقولوا لا احنا هنجيب لك 1 2. طيب انا كمدير، انا كمدرب، هيئ نفسك، انا كمدرب دخلت وحضرتك ما جبتليش 1 و2 بتحاسبني على ايه؟ بالظبط نفس الكلام. طيب احنا جبنا كلاتنبرج او جبنا كولينا اصبح رئيسا للجنه الحكام وحضرتك ما حطتوش في الاجواء او ما وفرتلوش الاجواء المناسبه لشغله، هيجي كلامك فينا يا كابتن. مارك كلاتنبرج واخد اجواء بس هو مش مركز، هو مش موجود في مصر. يعني وده كلام من مصادر مؤكده. اوكي. طبيعي انت كرئيس لجنه حكام تبقى موجود مع حكامك في فتره كاس العالم. انا كاتحاد كوره قوي المفترض ان انت كراجل ما تسافرش تحل كاس العالم. مش اتحاد كوره وافق؟ ما انا ده اللي بقول لك عليه بقى، اتحاد الكوره لازم ما يوافقش على قرار زي ده. طيب ما هو في الاخر ده، وما انا كلاتنبرج يا عم يا سيدي السبوبه تحكم ان انا اخد هناك.
بالظبط هسافر واخد لي ده اكيد اكبر اثر في الكوره ان ده كان سؤال على كابتن. انا كاتحاد كوره اذا كان عندي قرار انا اقول لهم لا مش لا طبعا ما يسافرش واضرب مغفر مش عايز اسافر. وهو لما جابه يعني مش حلو. وفي الفتره دي يا كابتن على فكره اتكلموا مع كابتن سمير عثمان وقال لهم انا ليا شروط بغض النظر. هم يا كابتن هم يا كابتن عندهم تفكير مختلف. هم بيفكروا ان هم يجيبوا لجنه قويه تدير وهو مش موجود. طب احنا مستفيدين ايه بيه؟ خاصه ان هو بياخد 30,000 دولار فده رقم كبير برضه في الوقت الحالي. فانت محتاج انك انت تقعد معاه زي ما محمد بيقول تعرف اولوياته يعني برضه في حاجه. لا بس هو ده مش توفير اجواء بقى معلش. هنا تحديدا انا اقول لك ان ده قرار اتحاد او قرار مسؤول. المسؤول يقول له لا مفيش سفر ده لازم وتعلن لي الخطه. ده قول انه حط تعلن الخطه. حلو جدا. طب هو ماله؟ انا دلوقتي حاجه اقول لك يا محمد والنبي انا مسافر عشان انا كده كده مرتبي هيبقى موجود وهسافر اخد عليه مرتب تاني. طب ما انا هسافر. لا لازم قوه. انا بكلم كابتن لكن انا كاتحاد كوره لا يا فندم حضرتك مش هتسافر حضرتك تقعد مع حكامك. الله يا راجل يا كم تقعدش مع الحكام؟ سيبك توقف مش انا بتكلم عليهم هم. هاني سليمان 16 سنه مسك الكوره 16 سنه بالظبط مش مثلا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 ولا 11 شفنا كولر كان بيعد احنا حسبناه لو وانت كحكم عارف ان هو في كل ماتش بيضيع وانت عارف تخيل بقى انه الـ 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 الهاني سليمان معروف ان هو بيضيع وقته وان هو وان هو وان هو والحكم عدى عليه 13 ثانيه مش 16 13 سنه. كابتن في ازمه بقى ثانيه جوه في ازمه دلوقتي ما صفرش ولم يتحرك ولم كابتن في ازمه برضو جوه اللجنه في حاجه ثانيه دلوقتي في حته الفار لما بيحسبوا تسلل. الايه؟ في حته الفار لما بيحسب تسلل والنهارده كلاتنبرج خرج يعتبر كده عن صمته وطلع بفيديو انا واخد منه يعني صوره كده هتتعرض دلوقتي في رسم الخطوط. في رسم الخطوط. رسم الخطوط دي مسببه له ازمه كبيره جدا وفي ازمه في اتحاد الكوره وكل يوم اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن بيتكلموا مع مارك كلاتنبرج على الواتساب ان هو بيعملوا الخط غلط. بص هنا وهنا بيحلل ايه؟ بيحلل ان المفروض الخط الاحمر يكون ده الاقرب لخط المرمى. طب معلش انا هقطعك انا هقطعك. هل هو كدر الكدر ده اصلا انا مش عارف يظهر لك الاوفسايد صح؟ انا ارسم الخط على اساس ايه اصلا؟ انا سالت فيها في لجنه الحكام قال لك هو بيبقى الفار عنده كدر تاني. دي اتقالت لي قال لك بيكون عنده كدر تاني بيظهر للناس وبتتعاد من اكتر من زاويه. بس هي القصه في ايه يا محمد؟ القصه ان هو بيتحط زاويه غلط. ده يا كابتن برضو اللي يقول لك ايه في ماتش الاهلي وفاركو السنه اللي فاتت ماتش من اسباب ضياع الدوري بالاهلي ان هو بيرسي تاو لما قال لك النقطه ومش النقطه النقطه في كتفه في اول وراسه كتفه وراسه وصوابع. بص يا كابتن خلوا الراجل بقى يطلع ايه يقول جيل بقى. عامه الجول ده اصلا اتسبب في ازمه والمصري احتج قبلها برضو قبلها برضو الانديه كلها احتجت. الاهلي احتج الاسماعيلي احتج كل انديه الدوري المصري بتشتكي من الحكام. فلازم رد قوي من اتحاد الكوره ان هو يقعد والله الراجل ده بيفيدنا يكمل. طب بتفيدنا بايه؟ طب بتقدم لنا انت المفروض راجل اجنبي جاي تقدم لنا خطه تطوير تحكيم كامله. ايه الفرق ما بينك وما بين اي رئيس لجنه حكام مصر يا محمد؟ هيقدر ان هو يدير ويقدر يعين كل الناس تقدر تعين. انا لو محطوط في اللجنه اقدر اعين وانا عارف الحكام المميزين ولكن انت برضو مش مطلع لنا كوادر. محمود ابو الرجال اللي كان موجود ودي ازمه كبيره جدا كان موجود في كاس العالم المفترض ان كان مارك كلاتنبرج يدعمه المفترض انه كان يكون معاه هناك المفروض كان اتحاد الكوره يدعمه ان هو موجود في كاس العالم. الراجل راح وجه ما حسناش. لما الراجل طلع وصرح ان هو ما تمش تكريمه قال لك اصل الراجل بيكرمه. طب هل بيكرمه من غير صوره؟ هل ينفع اتحاد الكوره المصري يعلن عن حكم راح كاس العالم بيحب لا محمد الخبر كمان ازاي ان مارك كلاتنبرج النهارده كان مجتمع مع الحكام وكرم ابو الرجال. لا طبعا احنا محتاجين كده. لا طبعا ما ينفعش. ده حكم كان موجود في كاس العالم بالزبط. حكم ادار 5 ماتشات حتى لو انت مش شايفه كان فيهم 3 ماتشات موجود مساعد فيديو. ده اخر 20 سنه ما عندكش الا 3 حكام هم اللي راحوا بالظبط وكلهم مسكوا رئيس لجنه حكام. الراجل ده يجي المفروض تجهزه المفروض تجهز كمان الحكام الصغيرين في السن. احنا بنشوف الحكام حتى اللي انت بتدفع بيهم بيعملوا اخطاء. ايوه بس انا برضو شوف مع كل اللي بيحصل ده وكل الكلام اللي بيتقال ده انا بشوف ان السنه اللي فاتت هناك فرق كبير ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت لصالح السنه دي من الناحيه الايجابيه. يعني ان السنه دي واحد رايك برضو شوي. محمد السنه دي في تحسن وحتى لو بنسبه اقول لك بسبب ايه؟ اقول لك بسبب ايه؟ بسبب ان الحكام كانت مقلقه شويه. خلي بالك انا بقول كده حد. انا بقول كده وكل غربله ليه شده بالظبط. انا انا بقول لك انا بقول كده والاهلي خسران مباراه خسران نقط بسبب التحكيم. صحيح. اخرها هذه المباراه صح. حضرتك احسب لي اجيب جون ما اجيبش جون انا وحش انا كويس دي ما تخصش حد بالظبط تخص الجهاز الفني واللاعبين. ممكن لقطه تغير لك المباراه. لكن اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت الاحتواءات وال لا الموضوع كان صعب السنه اللي فاتت هو بس هي شدت جدا كمان. هي شدت البدايه بتاعت كلاتنبرج ازاي انه انت جاي سريع. بالظبط انت جاي بحكم فبيقعد مع الناس بيتكلم معاهم احنا عايزين اللعب سريع ما فيش اضاعه للوقت في شده مع بس ده ما زال موجود بالمناسبه الايه يعني عدم اضاعه الوقت في
يعني وقت الكره في الملعب بقى اكتر من الاول. بس برضه كابتن ابتدى يضغطوا على ده. بس ابتدى ترجع محمد ابتدى ترجع زي الاول لما خلاص الدنيا سابت شويه شوية. لما كلاتنبرج سافر لما الدنيا فكت ابتدى ترجع تاني بالظبط. وبرضه عايز اقول لك عادتها القديمه زي ما عايز اقول لك يعني محمد يمكن دي بقى من جوه اجتماع من اجتماعاته كان بيقول فيها ايه. قال الحكام كده قال لهم انا الناس هتصدقني انا نجم حكمت فاينل دوري ابطال اوروبا الناس هتصدقني انت أجمال. كحكم المفروض تبقى معايا في كل اللي انا بقوله في كل قراراتي. وبرضه يا كابتن في ناس بتتكلم على قصه التحليل بتاعه او قصه التحليل. التحليل ده شيء كويس لو شوفه شيء كويس وانك بتعرض لي وكل الكلام ده، ولكن برضه في حالات ما بتظهرش. في حالات انا ببقى شايفها في بعض صحيح. المباريات صحيح. انا محتاج اشوف تعليقك عليها، محتاج اشوف قراراتك بعدها. اتمنى ان هو يكون في الحالات الاسبوع القادم ان يكون موضوع الهاني سليمان ده وان هو يمسك الكره 16 ثانيه هل ده طبيعي؟ لا طبعا. لازم يتكلم مع الحكام على الوقت بدل الضايع، لان احنا لسه خارجين من تجربه والدوري السعودي بالمناسبه بدأوا يطبقوا الموضوع الوقت بدل الضايع. النهارده في ماتش الهلال والنصر كان الوقت طويل جدا بالظبط. ليه؟ لان هو عايز الوقت والزمن الفعلي في المباراه يكون اكتر. صحيح احنا عندنا مضيع وقت كتير جدا. النقطه الثانيه هو محتاجين ان احنا نتكلم مع كلاتنبرج في الزوايا، زوايا الكاميرات. انت بتحط الكاميرات فين في الملعب عشان تكشف الاوفسايد صح؟ النهارده الزاويه اللي احنا بنتكلم عليها دي مش الزاويه دي. انا مستحيل اطلع من الزاويه دي ان هي اوفسايد ولا مش اوفسايد. مهما رسمت من الخطوط هترسمها صح ولا غلط انا مش شايف مزبوط. صح مظبوط. ده مهم جدا. زاويه زاويه التصوير دي اهم حاجة طبعا في الوضع ده. لكن عموما نشوف التجربه دي هتكمل ازاي. انا نفسي التجربه دي تكمل ويكون ليها مردود جيد يا رب. يا ريت بنشوف ان في شده افضل كتير. انا بشوف ان يكفي يا اخي ان مفيش تصريحات بيطلع واحد يقعد يقول لك الاحتواء على كل حال يطلع البروتوكول والبتاع اللي مش عارف ايه البروتوكول. هو كابتن كانت المشكله بتاعت كابتن عصام عبد الفتاح انه كان بيبرر اخطاء الحكام، ودي حقيقه. يعني ما ينفعش انك تقول لي اصل البروتوكول، اصل هو ما كانش يقصد الكلمه. طب ما هو قالها وبعدين قالها بعد خطا. امال ليه الحكام بتبقى ممنوع من التصريحات يا محمد؟ الحكام عشان ما يوقعش نفسه في الغلط ده. صح، لانك انت بتكون حكمت هنا جماهير وهنا جماهير. وبعدين كنا خدنا خطوه حلوه، خطوه ايجابيه، بان حكم مصري حكم مباراتك. مفيش حكم في الدنيا اصلا بيعلق بعد ماتش بالظبط. ده ما تحصلش. لا تعلقت وقلت انا بس انا بحتوي غضب بعض اللاعبين. ما ينفعش الكلام اصلا. حتى لو عملتها اصلا ما تطلعش تقولها. لا انا كلاعب مثلا من النادي الاهلي نازل الحكم الكابتن هيحكم لي تاني، انا بالنسبه لي شايفه ايه؟ ان هو لا ممكن يكون ده ممكن يبقى مش في حاجز ما بينه وما بينه محتوي وده ما ينفعش. يعني انا بشوف بصراحه ان ما كانش ينفع. وحتى لو هو بالمناسبه كان اداؤه كويس بس هو بالتصريح ده انت خلاص بوظت كل حاجه حلوه. خلاص يعني بقت وصمه بالنسبه لك التصريح. هو الغريب في الموضوع ان الكابتن عصام كان له تصريحات غريبه استفزازيه شويه. غريب. اوقات غريب يقول لك انا يا كابتن عصام ما احنا ما حدش بيتكلم عليك، احنا بنتكلم على ادائك. ما حدش بيتكلم على كابتن عصام عبد الفتاح شخصيه محترمه وجميل وكل حاجه، ولكن هنتكلم على ادائك في رئاسه لجنه الحكام. انا اتمنى ان التجربه دي تنجح على الرغم من ان انا عارف ان هي هتبقى صعبه جدا جدا. هو مكمل نهايه الموسم الا اذا ايه بقى الاذا؟ هو مكمل نهايه الموسم الا اذا ان هو اللي قرر يمشي. بس هو مكمل نهايه الموسم لان هم خلال الموسم كله هقول هو خلال الموسم كله اتكلموا في اكتر من مره ان هم يجيبوا حد معاه مش يمشوه. يعني اتحاد الكوره كابتن هم قاعدين مع بعض، هم ممكن يكونوا مختلفين على قصه مجيء ولكن جه، فهم مش هيخسروا نفسهم انه يمشوه. فالقصه كلها في اللجنه اللي وراه. مين اللجنه اللي وراه؟ حاولوا يجيبوا اسماء. هو مين اللجنه اللي وراه دلوقتي بقى؟ خلاص دلوقتي على حسب ما هو معلن توفيق السيد، لكن انا بقول لك اللي وراه احمد ابو العين هيفضل موجود. امال محطوط في الاداريات ليه؟ والراجل مقتنع انه كان موجود معاه، والمفترض ان كابتن فاروق موجود معاه. هو ليه كابتن فاروق زعلان؟ هو زعلان من قصه التوزيع اللي حضرتك شايفها على الشاشه، انك انت ليه حاططني في القسم الثاني والثالث؟ انا مش ثاني وثالث، انا شغال معاك. طب هل كلاتنبرج يعلم ده؟ انا بقول لك صعب. هو بسمع التوزيعه دي، هل هو حط ادوار؟ لا مفيش حط ادوار، حط خطه لكل واحد. الجوب ديسكريبشن هل هو الجوب ديسكريبشن ده وانت داخل تبقى اشتغال في حته ولا حاجه يعمل لك جوب؟ لا جوب ديسكريبشن واحد انا هشتغل على 1 2 3 4 بالظبط. هل ده حصل؟ وهوصل لايه؟ ايه الهدف بتاع نهايه الموسم اللي هبدا ان اتحاسب عليه؟ برافو عليك. جيت مع اتحاد الكوره كمسؤول في اتحاد الكوره، المفروض انا هقعد مع محمد جمال اتعاقد معاه. انا هقول له ايه؟ هقول له محمد ده الجوب ديسكريبشن بتاعتك ان يكون هناك عداله ما بين الحكام، ان يكون هناك كذا كذا كذا، رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا، رقم 4 كذا، اتفضل نفذ ده. نفذ وهحاسبك. صح. كل 3 شهور بالزبط. كل 6 شهور، كل سنه. ويعلن ويتم الاعلان عن هذا الامر. ولكن انا ما اتخيلش ان هم يكونوا قعدوا معاه وخلصوا معاه في حاجه تخص هذا الامر. وجهه نظري. طب كابتن انا عايز اقول لك حاجه، الفتره الجايه كل بوينت هيكون مهم في الدوري بالظبط. هو على طول اي بوينت لا بس بعد كمان بالظبط بقى في الدور الثاني الموضوع كله هيبقى صعب قوي، هيبقى كل مباراه فيها تركيز خاصه مع ضغط الماتشات بالظبط في الفتره الاخيره. فمحتاجه حكام اولا مش جداد
بالظبط. انت المفروض تدفع، المفروض يكون عندك سياسه في الدفع بالحكام الجداد. شفت حكم جديد في مباراه المحله مثلا وفاركو ادت لازمه، مباراه المصري والبقاولين ادت لازمه، مباريات كتير جدا برضه الاسماعيلي والمصري الاخيره عملوا ازمه برضه على الحكم. فانت عندك مشكله انك حتى مش عارف تدفع بالحكام الجداد. يعني انت المفروض كاتحاد كوره تحمي الحكام الجداد لانك محتاج جيل جديد من الحكام. مظبوط. احنا اخر جيل شفنا فيه حكام كان في 2013 لما طلع لنا الكابتن ابراهيم نور الدين وكابتن محمود الزهري. انا معترض على حاجه، موضوع حمايه الحكام. استاذ احمي الحكم، انا عايز اهل الحكم مش ولك ان هو يبقى قوي وقادر بالزبط. يدير مباريات كبيره، لكن هو يحميه كاعلام لا يحميه ان هو يعلمه اخطاء، لكن هل هو نزل ملعب معاه؟ ما نزلش ملعب معاه. يعني انت لما تسمع ان رئيس لجنه الحكام ما نزلش ملعب ولا مره مع الحكام، ليه ما نزلش؟ هو ليه؟ فين يا كابتن؟ هو موجود ليه؟ مش موجود. اوكي مش موجود. هو بيعمل المحاضرات مع الحكام وبيعمل محاضرات ان هو غضبه جدا بعد ما بيوصل له الحالات، بتبقى الحالات متقطعه. انا باكد لك مليون في الميه ان مارك كلاندبرج ما بيتفرجش على الماتشات كلها، هو بيجي له حالات طبعا. كل ماتش ان الحالات دي كانت الابرز، هنا بقى بيقيم. طب مين اكتر حكمين بيحبهم؟ احمد الغندور وعبد العزيز السيد. مين اكتر حكمين هو مش يعني مش شايفهم انه ممكن، او ثلاث حكام؟ صباحي، الحنفي، محمود عاشور. طيب بقيه الحكام شايفين تراجع في التعيينات لمحمود البنا، مع ان محمود البنا كان وصل لمرحله كويسه، هو تقريبا احسن حاجه في مصر بالظبط. اه يعني شفنا تراجع في ممكن ياخد فترات ان هو ما بيحكمش، كان في الاول الدوري متعاقب بعد كده بسبب برضه اخطاء، بعد كده الراجل بعده شويه. ابراهيم نور الدين حتى كمان ابتدى ان هو برضه يستبعده من عدد من المباريات والعدد من الاسابيع. فانت محتاج الفتره الجايه انك تبقى مركز مع الحكام بشكل اكبر، تقول لنا قائمه الحكام بشكل اوسع، ان انت تبقى عارفهم، تشتغل معاهم في الملعب، توريهم بقى خبراتك اللي المفترض ان انت تتكلم معاهم، ان انا صحيح. كراجل لعبت فاينل دوري ابطال اوروبا، تتكلم مع خبراتك. اتحاد الكوره يبقى موصل للناس الراجل ده بيشتغل ازاي لو هو بقى شغال. لكن انت اتحاد الكوره برضو بالنسبه لي مضلم الدنيا شويه. علامه استفهام كبيره جدا للي بيعمله اتحاد الكوره فيما يحدث، لانه ما تعلن، يعني اعلن الكلام صح. ده يا جماعه، وقول انا عايز كذا وعايز كذا، وقعدت مع كلاتنبرج، مش عارف ايه اللي بيحصل، ما بيعلنوش حاجه. ما بيعلنوش. انت بتفاجئ بكل حاجه. القرعه بتاع المنتخب انت ما قلتليش حتى ايه الخطه بتاع المنتخب. تتعاقد مع كلاتنبرج، ايه رؤيه كلاتنبرج؟ كلاتنبرج عايز يوصل ليه؟ هنحاسبه على ايه في نهايه الموسم؟ النهارده انت بتجيب انا دلوقتي، هل انا دلوقتي اقدر احاسب كلاتنبرج؟ ما تقدرش طبعا. هتحاسبه على ايه؟ هو راجل اصلا، انا هو مش فول تايم اصلا مع مع, مع منتخب مصر، هو راجل بار تايم يعني. وهم لو كانوا عايزين محلل للحكام كانوا جابوه محلل، يحلل كانوا جابوه بس ب 5000 دولار مش 35. الراجل يحلل اللقطات التحكيميه للناس ويسيبوا اي كابتن عصام فتاح ولا كابتن جمال غندور ولا اي حد يمسك لجنه الحكام. انما انا اجيب راجل المفروض يحكم نهائي تشامبيونز ليج في اوروبا، وان انا الراجل ده شغال معايا بار تايم بيحلل لي لقطات وخلاص على كده وبديله مبلغ وقدره. طب لا حرام، احنا الدولارات دي مش كان في مشاكل دولارات في اتحاد الكوره؟ النهارده انت بتدفع له بالعمله الصعبه في ظل الازمه الحاليه من غير ما تستفاد منه، انت لازم تحاسب على الكلام ده. زي اتحاد الكره اللي فات لازم تحاسب عليه. ضيعت فتره من منتخب مصر بوجود الكابتن اياب جلال وثلاث ماتشات كانوا مهمين طبعا، وقلت اصل انا ما دورت في اتحاد الكره ما لقيتش دولارات. ده كان تصريح رسمي من كابتن استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره. بالظبط. ضيعت فترات قبل كده في ماتشات قدام المنتخب اثرت عليك في تصنيفك لعيبه السنغال. ما هو موضوع عشوائي، هو عشوائيه بشكل كبير جدا. الاجل النهارده انت بتتكلم في السنغال مع مالي في سيمي 2015، الراجل خسر في 2017 استمر، 2019 خسر فاينل، اجتمع مع لعيبه في الملعب وقال لهم احنا هنلعب بال 2022 وهنكسبها، او 2021 يعني وهنكسبها، والراجل فعلا كسبها وتأهل فاينل الثاني على التوالي وبيتأهل لدور 16. الراجل واخد كل الدعم ويعني موفرين له كل الامكانيات والصلاحيات الممكنه علشان يطور الكره في السنغال. انت النهارده بتتكلم في تجربه المغرب، هي المغرب بتعمل ايه؟ اتحاد كره قوي، جماعه الملكيه المغربيه بتدور على مصالح الانديه. كابتن عازم امام قال لك شوفوا الميزانيه بتاعت المنتخب الاتحاد المغربي كام والميزانيه بتاعت الاتحاد. لا هو فرق التخطيط مش قصه ميزانيه، احنا عندنا فلوس كتير جدا وبنشوف دوت في الاختيارات وفي التعيينات. انت جايب مدير فني اجنبي فريق اول، منتخب اول، منتخب شباب، منتخب الاولمبي، عندك ميكالي، عندك رئيس لجنه حكام اجنبي. بمناسبه كان بياخد اقل من اللي كان بياخده كيروش. كيروش لما كان موجود راح ايران خد اقل. خد اقل. ده ما ينفعش. احنا من اكتر البلدان اللي موجوده في شمال افريقيا او اكتر دوله في شمال افريقيا بتدفع فلوس. بتدفع فلوس. لعيبه شمال افريقيا بتيجي عندنا عشان الامكان، فرق الامكانيات الماديه ما عندهمش هم الفلوس دي. الناس دي بتروح تجيب لعيبه من افريقيا، لعيبه صغيره في السن، وبعد كده يجي يسوقه هنا في مصر، بيبدا ان هو يبيعه بمبلغ اعلى. فانت النهارده اصلا لا عندك امكانيات ماديه كبيره جدا، ولكن انت مش قادر تخطط صح، لا بتخطط لمنتخب صح، ولا بتخطط لحكام صح، ولا بتخطط لدوري صح. انت النهارده رؤيتك عشوائيه، ولو انت عندك خطه اطلع وقول لنا، اطلع وقول للناس كلها دي الخطه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. بتبان في يا محمد، بتبان حتى في منتخبات الناشئين والشباب. منتخب الناشئين لما لعب منتخب المغرب في فرق كبير جدا يا كابتن، في الناشئين فرق كبير جدا جدا في الاداء باين قوي. منتخب حتى الاولمبي لعب ماتشين يا محمد مع منتخب المغرب الاولمبي فارق. اقسم بالله لا منتخب مصر كسب، بس اقسم بالله الناس ما عارفه كواليس، لان الناس كانت مركزه في مباراه مصر وبلجيكا.
تغييرات كتير. منتخب المغرب بيجرب صح، كابتن منتخب المغرب دلوقتي عنده منتخب محلين ومنتخب اولمبي ومنتخب شباب ومنتخب اول كله منتخب الشباب اللي كان معانا كسبونا منتخب تقيل قوي، كسبونا منتخب تقيل جدا. منتخب يقدروا ان هم يستخدموه. فيتوريا لما خرج وراح زار انديه عايز يبص على ناشئين، عايز يبص على اكاديميات، عايز يبص على الانديه دي كلها، هو عايز يشتغل، عايز يبص. طيب مع احترامي والله العظيم الكامل، بس فيتوريا هيقتنع بخطه منتخب الناشئين بقياده كابتن محمد وهبه ومنتخب الشباب بقياده كابتن محمود جابر؟ طيب هل الاعمار السنه دي يا كابتن اسلام وحضرتك كنت موجود منتخبات واولمبي وشباب، هل الاعمار دي محتاجه مدرب قد ايه يكون اسم كبير جدا بيقنعك لما يقول لك نصيحه صحيح. انت خلاص حطيتها في دماغك ان الكابتن قال لي كذا 100%. ثانيا التجمعات بتاعت الفرقه دي انا اقدر اروح لقطاعات الناشئين واروح لكل مديرين قطاعات الناشئين واتكلم معاهم ان انا عايز تجمع على الاقل بشكل شهري، ان انا اشوف بس اللعيبه تشوفني، لكن الغياب الكبير جدا وارجع لعبه كابتن بنين، ارجع لعبه غنى المحليين، الكلام ده كله هل يؤهلك لبطوله امم افريقيا الشباب؟ طيب سؤال لاتحاد الكوره، لو منتخب الشباب لعب بطوله امم افريقيا بكره عندي كواليس خاصه بالموضوع ده، انا محضر كده حلقه بكره بالنسبه لمنتخب الشباب ده، لانه الحقيقه مهزله كبيره جدا ومجموعه صعبه جدا على فكره جداً. اللي احنا فيها، ولو ما تاهلناش حتى موزمبيق صعبه بالظبط، موزمبيق ونيجيريا والسنغال، ولو ما تاهلناش هتبقى مصيبه فعلا، لان انت بتتكلم على مدار سنوات ما فيش لاعب واحد ناشئ طالع من منتخبات بيلعب في فريق اول او في صحيح. في المنتخب الاول صحيح. مين اللي النهارده عليه العين من المنتخب ده او المنتخب اللي كان محمد وهبه تقدر تقول انه فيتوريا ياخد واحد منهم يلعب منتخب اول على طول؟ مفيش. النهارده بيلينجهام راجل بيلعب وهو عنده 19 سنه في كاس عالم، مبابي 24 سنه واصل فاينل كاس عالم واخد كاس عالم، فانت بتتكلم الناس في اعمار سنيه صغيره جدا وبتلعب على مستوى الدولي. النهارده ما ينفعش باي حال من الاحوال ان النهارده الاعمار السنيه بتاعتي في المنتخب اللي احنا لسه شايفينه صغير على فكره ولسه شايفينه ما عملش اي حاجه، الاعمار السنيه فيه متوسط اعمار السنيه 28 سنه. مش منطقي ومش طبيعي، مش طبيعي ان يكون عندي اثنين لعيبه هو اقل من 23 سنه بس في المنتخب الاول. مشكله بالظبط. النهارده الدوري ما بيفرزش ليا لعيب عنده 20 سنه صغير باستثناء يمكن واحد ولا اثنين تقدر تقول عليهم لعيبه، بس برضه مش اللعيبه محمد اللي هي اللي فارقه قوي او اللي فارقه مع انديته يا كابتن. حتى مش شخصيه برضه في كمان ازمه ثانيه، هل منتخب الشباب الكابتن محمود جابر لما بيطلب بيدبدب على الطلب بلغتنا كده ان هو عايز الطلب ده ويطلع ويتكلم؟ كابتن محمود جابر ما صرحش ولا تصريح لمنتخب الشباب، الراجل ما بيتكلمش يقول استعداداته ايه خطته ايه. انت المفروض تقول انت واجهت اتحاد الكره وقلت لهم انا محتاج مع الاعمار دي. كابتن كان خايف كابتن كان كان خايف يا كابتن لدرجه ايه؟ كان خايف ان هو من الانديه انها ما توديش لعيبتها، يعني بطوله 2001 والبطولات بتاعه اللعيبه واللعيبه ساعات الانديه بتتمسك باللعيبه، ممكن احنا بنبص لها في المنتخب الاول منتخب اولمبي ما بنركزش في منتخب الشباب. لا دي ازمه، ووجهها لبركات وقال له كابتن بركات ممكن انديه تقول لي لا، قال له لا انت معاك الصلاحيات وانت هتضم. طيب القصه الراجل لما يضمهم هيلعب مين؟ كابتن المعسكر مختلف تماما عما تلعب ماتشين جامدين او ماتشين يوروك مستواك فين. لكن لما تلعب ضد بنين وتتعادل سلبي، تلعب بكره ضد غانا المحليين والله اعلم، لحد دلوقتي والله العظيم لحد دلوقتي منتخب الشباب ما يعرفش غانا المحليين هيلعب ماتشين ولا ماتش، دي ازمه كبيره جدا. بقول لك على حاجه كمان، فكره اللاعب في الشباب والناشئين، وحضرتك برضو بتاكد لي دي يا كابتن سام بحكم ان انت لعبت في المنتخبات، اللاعب ده مش الاهم بالنسبه له ان هو يلعب مباريات وديه على مستويات الناشئين، الاهم عند اللاعب ده ان هو يلعب فريق اول ويلعب منافسات رسميه مع الفريق بتاعه، لانه لما بيلعب في الدوري الاول للفريق بالظبط للفريق بتاعه، لانه لما بيلعب مع الفريق الاول طبعاً بيتشاف اكتر تحت طبعاً ضغط جماهيري طبعاً مع مباريات بجمع نقاط بياخد خبرات مع لعيبه كبار، لما بيروح بعد كده يلعب على مستويات الناشئين طيب حتى لو بيلعب فرق كبيره، وحضرتك برضه اكيد اللي بيلعب فرق كبيره بيكون عنده شخصيه صحيح. النهارده اللعيبه دي اصلا احنا مش عارفينهم، انت الاسامي الناس ما مش عارفه شكلها، فاللعيبه دي نفسها اصلا ما عندهاش الثقه الكافيه. لا مساله ان هي مش عارفه اسمها ولا شكلها ولا الكلام ده، بيعرف اسمها لو هم يستحقوا ان هم لو عملوا حاجه الاول لو عملوا حاجه برضه كابتن، يعني برضه مع محمود جابر وميكالي ولا فيتوريا المفروض كلامه اتحاد الكوره. طب هو اتحاد الكوره اصلا موفر مدير فني اتحاد الكوره؟ مش موفر. لا طبعا. طب ليه حصل انقسام الفتره اللي فاتت لما حصل طلبات من بعض الاعضاء تحديدا كابتن حازم وكابتن بركات ان هم عاوزين مدير فني اجنبي يجي يدير الاتحاد المصري ويحط خطط وبتاع، وحصل كده كلام مع فيتوريا انه لو رشح اسماء تكون كبيره تقدر تخطط للكره المصريه، حصل رفض وقال لا احنا القصه عندنا الازمه في الرخص التدريبيه اللي هي غايبه بقى لها 6 سنين، وعلق عليها فيتوريا على فكره وقال لك بقى لها 6 سنين ومفيش مدرب مصري مع رخص. يعني احنا بنتكلم على وليد الركراكي يا محمد ان هو وليد الركراكي والراجل مدرب شاب وطموح، طب انت اهلت المدربين في ايه؟ المدربين المصريين ما عمش رخصه. احنا كده ممكن نخش في مليون حته ومليون قصه والحقيقه وقتنا انتهى، فيعني ان شاء الله خلال الايام القادمه هنتكلم، لان انا موضوع المدربين ورخص المدربين ده
يعني انا زعلان منه جدا جدا جدا. انا طبعا مستني لغايه اخر شهر ديسمبر زي ما الدكتور جمال محمد عايز. كابتن الكاف بس دي اخيرا الكاف طلب مننا ماده علميه ان احنا نقدمها ليه اللي احنا هنحاضر بقى للمدربين. تمام. في اللجنه الخماسيه كان الكابتن محمود سعد مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم، والكابتن جمال محمد علي كان نائب رئيس مجلس الاداره، يعني ليه صلاحيات اعلى من دلوقتي. دلوقتي حتى مش مدير فني، دلوقتي مدير اداره المدربين. ايه اللي حصل في النقطه دي؟ كابتن محمود سعد دي مؤكده والله، كابتن محمود سعد قدم الملف بتاعه والحاجات اللي هو هيقدمها للكاف الماده العلميه فجه رفض عليها. طيب دكتور جمال بيقول ان كابتن محمود سعد هو اللي قدمها او دكتور محمود سعد هو اللي قدمها. طب ما انت كنت موجود في مجلس الاداره. صحيح. كنت نائب رئيس مجلس الاداره، ما عملتش. الطبيعي ان انت اصلا مختص في الازمه دي او مختص بالموضوع ده، لما يجي لك الورق بتقراه وبتعيده. وهي اصلا رخصه تدريبيه في مصر دي معترف بيها بره؟ لا شكرا شكرا شكرا. يعني مش عارف اقول ايه يعني لا خلاص خلصنا الموضوع. وانا بشكرك جدا يا جيمي، ان شاء الله الايام القادمه نتمنى كل الكلام اللي احنا بنفتحه فيما يخص المنتخب الشباب ده، لان احنا مقبلين على بطوله صعبه جدا 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 ومهمه جدا جدا زي ما محمد ومحمد جمال ومحمد مصطفى اتكلموا مع حضراتكم في هذا الامر. فانا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا محمد ومصطفى على وجودك معانا. بشكركم شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.